شهدت مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر احتفالات اليوم العالمي للسياحة باشتراك آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، جاء ذلك تزامنا مع ختام فعاليات كرنفال مرسى علم بمشاركة 22 دولة أجنبية على شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة. شهد المهرجان مسابقات متنوعة وجولات سياحية وبرامج ثقافية وورشا للفنون التشكيلية وورشا لفنون الرسم والتصوير والنحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا، وتختتم الفعاليات تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للسياحة. طبعا مرسى علم بالنسبة لي مكان جدا جدا جميل للسياحة، وبالذات للناس اللي بتحب تشوف البحر بالكائنات البحرية الموجودة فيه، تنوع الكائنات البحرية الموجودة فيه. والشغلة الثانية اللي برضو حبيتها وكانت من الاكتيفيتيز اللي عملناها انه رحنا مدينة الأقصر وكانت تجربة فعلا رائعة. مرسى علم كتير مميزة وكتير للسياحة، مركز كتير مميز وحلو، ومصر بلدي التاني يعني مش أول مرة، هيدي شي سابع مرة أنا بجي، فميرسي كتير. أنا شاركت في المنتدى بعملين، في عمل عبارة عن جزء من جدارية كبيرة قوي، كل الفنانين شاركوا في الجدارية دي. النهاردة بشارك في الفعاليات بتاعت منتدى مرسى علم الدولي وهي تجربة مختلفة بصراحة. احنا عملنا، انا عن نفسي عملت عملين، ده عمل منهم من خامات الأكريليك، والعمل الثاني عملناه عمل جماعي، كل الفنانين مشاركين نفذوا أعمال واتعملت بجدارية كبيرة اتحطت هنا على الجدار الكبير.